أحسن الله إليكم. نأخذ أبو فهد من الطائف، تفضل يا أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال طال عمرك من جهة المساجد. تفضل. المساجد اللي بدون صكوك بدون مكافأة، هذا الأول. الثاني، المؤذن هو الذي قام بالمسجد ويحتاج تشجيع ومكافأة وتحتاج المساجد مكيفات وفرش ومكبرات صوت بالتساوي. المؤذن هو الذي يقوم أن يقوم الناس من النوم مع الفجر وجميع أوقات الصلاة، ويحتاج دعم هو المؤذن والإمام والخدم. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا أخي، هذا السؤال مهم، والإمام جزاه الله خيرا فيما يقوم به من إيقاظ الناس للصلاة وتنبيه الناس على الصلاة وإمامته للمصلين، أجره على الله سبحانه وتعالى. وأما مسألة إدخال المساجد في شؤون المساجد وإجراء مرتبات لها من الإمام والمؤذن والفراش، أنتم راجعوا فرع الأوقاف، راجعوا فرع الأوقاف في الطائف، وهو لا يقصر إن شاء الله في الواجب. نعم.